تكلمنا قبل فاصل مشاهدينا عن المفاهيم الخاطئة والصحيحة لسرطان الثدي، لكن خليني أسألكم حاجة. طبعاً إحنا زي ما إحنا عارفين أول شيء إنه في جهات كثيرة حكومية في المملكة بتبذل مجهود مرة كبير إنها تنشر الوعي عندنا، سواء كان تعليمي أو خارج صحيح. الجهات الحكومية التعليمية. نتكلم اليوم عن جامعة حائر. جامعة حائر عملت اتفاقية جميلة جداً منذ 5 سنوات مع عبد الله بقشان، المهندس عبد الله بقشان، وكانت هذه الاتفاقية طبعاً إنه يتم إنشاء كرسي يسمى كرسي عبد الله بقشان للتوعية من سرطان الثدي. صحيح عبير، كمان الكرسي هذا ساهم بتوعية آلاف السيدات، غير كذا انه قدم للمرأة العديد من المعلومات والفحوصات كمان اللي تهدف على المحافظة على صحتها. طبعا معنا اليوم الدكتور ثامر الشمري، راح نتكلم اكثر عن هالموضوع، عميد كلية الصيدلة والمشرف على كرسي المهندس عبد الله بقشان للتشخيص والوقاية من سرطان الثدي بجامعة حائل. حياك الله دكتور. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم اخت رندا، اخت عبير واخت رعاء. اهلا وسهلا دكتور. خلينا اول شيء نسالك، ايش هو كرسي عبد الله بقشان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اول شيء انا شاكر لكم على الاستضافه في برنامج سيدتي على روتانا خليجيه، وشكرا لكم على اعطائكم مساحه كبيره لهذا الموضوع، سواء بعد الكلام اللي ذكرته الدكتورة تركية، وأعتقد يعني كان كلام كامل وشافي. الهدف من الكرسي تم كجزء أساسي منه اللي هو التوعية عن مرض سرطان الثدي. للأسف المنطقة عندنا في سواء في السعودية أو في الخليج بشكل عام عنده نسبة عالية من الإصابة بسرطان الثدي. فلذلك جاءت الفكرة من الكرسي كشراكة بين جامعة حائل وأيضا مع المهندس عبد الله بقشان كداعم للاهتمام بهذه الجزئية من التوعية، وأيضا كجزئية أخرى هي جزئية الأبحاث. طب دكتور ثامر خليني أسألك، هذا الكرسي وين متواجد؟ هل هو بس يخدم الطالبات في الجامعة أو المنطقة ككل؟ لا طبعا، هو الكرسي ليس موجه للطالبات فقط، الكرسي موجه للنساء بصفة عام، ليس في حائل فقط، موجه لجميع النساء على مستوى المملكة. هدف الكرسي هو له محورين او تو ارمز، جزئيتين اللي هي جزئية التوعية وجزئية الابحاث. جميل تفضل. معك دكتور استاذ سامر كمل. فالجزئية التوعية بحكم أن نوعية المرض يختلف عن الأمراض الأخرى من السرطان، أعطينا جانب أكثر من جزئية الأبحاث. والسبب في ذلك أنه مرض سرطان الثدي من الأمراض اللي ممكن تعالج إذا اكتشفت بشكل مبكر، وهذا الهدف الأساسي من القصة. جميل. طيب دكتور قول لي الله يخليك، إيش أبرز البحوثات اللي أنتم قمتوا فيها؟ طبعا الان الكرسي طبعا عن طريق اللجنه العلميه تدرس تقريبا حوالي عندنا 16 بحث حاليا للتقييم. بالغالب الابحاث تتقدم عن معرفه العوامل اللي موجوده في السعوديه، خاصه عن مدى سبب الاصابه في هذا المرض، ايضا العوامل الجينيه لذلك وعلاقتها بالاصابه على حسب المناطق بشكل كامل. في بعض الدراسات الان تقام وان شاء الله انه طيب. تم اكتشاف ابحاث جديده ممكن تفيد يعني تفيد بعلاج المرضى؟ طبعا هو طبيعه المرض الى الان ما في ابحاث توضحت اي معلومات جديده عن غير المعلومات اللي هي سابقه موجوده. جميل. دكتور ثامر، طب فيني انه نوسع شويه الموضوع، بيصير بس خاص بجامعه حائل او بمنطقه حائل ويصير في باقي مناطق المملكه؟ هو طبعا الكرسي موجه بشكل كامل على منطقة حائل من جهة التوعية. في المستقبل قد يكون ببعض الشراكات مع بعض الجمعيات، جمعية الزهر المعروفة لعلاقة في توعية سرطان الثدي، لكن أنا زي ما ذكرت الأبحاث على مستوى المملكة. طبعا الكرسي في يعني نعتبر نوعا ما في البدايات، في خطط كبيرة إن شاء الله في المستقبل، طبعا بداية من أكتوبر هذا امتدادا لما تم عمله. دكتور سامر، أيضا الأبحاث ليست مختصة فقط بسرطان الثدي، هي أبحاث مختلفة.
صحيح؟ لا، هو الابحاث احنا مركزين على سرطان الثدي. جميل. لانه الامراض الاخرى لها يعني جهات معينه تقوم في الابحاث فيها. طيب جميل. دكتور ثامر، كلمني بشكل ابسط، ايش الاليه المتبعه في هذا الكرسي؟ انا كشخص ما عنده اي فكره عن هذا الموضوع، جيتكم ابغى اشوف الكرسي هذا، ايش وضعه؟ ايش الاليات اللي بمشي عليها؟ طيب الكرسي، بس عشان اوضح ايش الكرسي، زي ما ذكرت احنا قمنا مثلا في العام الماضي بحملات توعويه في شهر اكتوبر، لانه معروف اكتوبر هو شهر سرطان الثدي، اطلقنا حمله حاي الورديه. جميل. انه نوعي الاهالي في منطقه او المقيمين والمواطنين في منطقة حائل عن سرطان الثدي. ذكر قبل قليل بعض النقاط اللي للاسف وضح من خلال الحملات اللي سويناها. طبعا الحملات المفروض كانت تقام في شهر اكتوبر فقط. أيوة. كان عليها اقبال كبير فمددناها الى شهر نوفمبر الماضي. حضر الحملات تقريبا او استفاد منها تقريبا حوالي 20,000 امراه ما شاء الله في المنطقه. الحملات كان فيها يعني تعليم عمليه التقييم الفحص الذاتي. نعم. كان في عياده طبعا جميع الطاقم طبعا زي ما انتم عارفين من النساء سواء طبيبات او اخصائيات اشعه او حتى طالبات. جميل. فهذه الجزئيه الاساسيه بالنسبه للكرسي اللي يقوم فيها. الجزئيه الثانيه اللي بالغالب تهتم او يهتم لها الباحثين هي جزئيه الابحاث. يعني دكتور سامر، 20,000 امراه ما شاء الله كمان عدد مره كبير، فاكيد كان التنظيم ايضا اوسع واكبر، يعني كان في طاقم او كادر طبي وكادر لتنظيمي وكادر يهتم باحتياجات المراه، خصوصا لما تكون عارفه انه مصابه بالمرض، هل ذلك صحيح؟ صحيح بالضبط. وانا صراحه انا احب اشيد صراحه ببنات الوطن، معظم الحملات او كلها الحملات اللي قامت قام فيها من سواء عاملات في الصحه او من الطالبات الموجودات في جميع التخصصات. نعم. الكليات الصحيه في جامعه حائل او ايضا المتطوعات، فجميع اللي قام في هذه الحملات من البنات الوطن قاموا بحمله يعني جهد كبير. طبعا نحن نقف وراهم بالدعم اللوجستي بالاحتياجات اللي ممكن نقدمهم، لكن جميع الاختبارات اللي تمت، جميع الحملات بشكل كامل قام فيها المتطوعات من جامعه حائل وايضا من خارج الجامعه. جميل جدا دكتور ثامر الشمري، عميد كليه الصيدله والمشرف ايضا على كرسي المهندس عبد الله بكشان، شكرا لك على هذه المداخله، يعطيكم العافيه. يعني زي ما شفنا انه طرق التوعيه كثير ومختلفه، كنا بنذكر انه اي احد عنده اي طريقه مهما كانت مختلفه يقوم بالتوعيه وبالتثقيف. صحيح. وكمان يساعد في الكشف المبكر اللي دائما بنركز عليه، الكشف المبكر لسرطان الثدي. نعرف انه الكشف المبكر لما بيتم العلاج بيكون اقل اخف ويقي فعلا بيكون اسهل. فمن ضمن الاشياء اللي بنتكلم عنها كمان انه في بعض المدارس كمان بتقوم بدورات تثقيفيه او حملات تثقيفيه كمان للطالبات في المدرسه.